العلاج الملحد. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، عافاني الله وإياكم. علاج الملحد أن يتفكر في مخلوقات الله، وبعض من ألحد أهدانا الله إياهم بدأ يتفكر في هذه المخلوقات، ينظر يتأمل يتدبر، ينظر في السماوات في الأرض في البحار في الأشجار في الأنهار في الحيوانات، حتى أن البعض نظر في الحشرات ثم عاد إلى الله.